هيك. استاذ فادي صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك عبر السوريه وبصباح الخير وبفقره الرياضه تحديدا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك استاذ فادي. كثير في كلام يقال، وانا امبارح تواصلت معك يعني يمكن 10 دقائق او ربع ساعه، صعب الواحد ينجز او يختصر فيهم كل شيء ممكن نحكيه، بس رده فعل الشارع الرياضي بعد هدول الخسارتين كانت ولا تزال تطالب بكثير من الامور التي يمكن ما بتعجبك وما بتعجب حتى سياده اللواء موفق جمعه. احد هذه المطالب هي الاستقاله والابتعاد عن هذا الكرسي وتركه لصاحب شخص ربما يستطيع أن يوصل هذا المنتخب لأفضل حال. اليوم سؤالي هو، بعد كل فعل يتعرض له أي إنسان أو أي أمة أو أي منظمة أو أي مؤسسة هناك ردة فعل. ما حدث في كأس آسيا كان فعل، وفعل مشين خليني أقول عنه، فعل سيء بحق الشارع الرياضي في سوريا. أنت كفادي دباس ماذا كانت ردة فعلك؟ يعني نحن لم نشاهد أي ردة فعل إيجابية حسنت من وضع المنتخب، تفضل. أول شيء، بعد أي خسارة أو أي أخطاء للمنتخب دائما عم يكون في ردات فعل، وهذا من حق الشارع الرياضي. الشيء الثاني، من وقت ما استلمنا من 2014 كان وضع المنتخب بحالة يرثى لها، كمان قدرنا نحن كمان نوصل لأبعد منطقة من تصفيات كأس العالم للمباراة الفاصلة. قدرنا نشتغل بعوامل المتاحة لنا. اليوم مثل ما حضرتك هلا تفضلت وقلت انه الشخص اللي يجي، انا بتمنى يجي هذا الشخص ويجي يشتغل. اكيد احنا ما لنا متمسكين باي منصب. طيب استاذ فادي معلش لو بدي قاطعك، يعني لايمك بدنا نضل نحكي بهي الشماعه؟ يعني اذا بال2000 يا استاذ فادي، اذا بال2030 خسرت سوريا بتكون تقولوا لنا انه بتصفيات كاس العالم نحن عملنا شيء؟ يعني لا يمكن انه هذا الانجاز، هو اكيد انجاز ومشكور كل من ساهم في هذا الانجاز، لكن لا يمكن بعد كل اخفاق نعود الى تصفيات كاس العالم ونقول يوما ما كنا قريبين من كاس العالم. يعني النجاح هو المحافظه عليه، يعني الانسان اذا بينجح سنه فهي قد تكون طفره، لكن المحافظه على النجاح ومواصله النجاح هو المعنى الحقيقي الذي يمكن ان نسميه بالفعل نجاح فعلي. الو تفضل تفضل، عم نسمعك استاذ فادي. هذا الكلام اللي عم تحكيه من ما حكينا عم نقول شماعه، ما عم نحط اي شماعه نحن ولا عم نحط اي شيء. هذا كلام الشارع ليس كلامي يا استاذ. لأننا نحن هربانين من المسؤوليه، اليوم عم نشتغل ضمن الظروف المتاحه بالنسبه لنا. طالبوا بمنتخب او بمدرب منتخب اجنبي، نحن كاتحاد كره القدم جبنا مدرب منتخب اجنبي، وفرنا جميع المستلزمات اللازمه يوفرها الاتحاد العربي السوري. او مثلنا مثل اي اتحاد، من معسكرات داخليه وخارجيه، من مباريات وديه. الخطه اللي حطها المدرب عم بخطوه عم نشتغل فيها. يعني ما خلينا اي طريقه الا ما عم نقدر نساهم فيها حتى تكون كرتنا بتألق. طيب بس خياراتنا فاشله جدا استاذ فادي، يعني مدرب شتينجا يعني لا اعتقد، يعني اقل ما يقال عنه بانه مدرب لا يفقه شيء. حسب الظروف اللي انت، اكيد نحن ما حنقدر نجيب مورينو ولا نجيب، لا 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 نحن ما عم نحكي عن مورينو، لكن نحن اكيد انت طيب. اليوم حسب الظروف بدك تشتغل. طيب. هذا الموضوع في سيفيات، كان في لجنه منتخبات هي اللي درست هذا الموضوع، واسماء كثير كبيره كانت موجوده بالمنتخبات. طيب انت تتحدث يا استاذ فادي معلش، انت تتحدث عن امور وعن وضع. خليني احكي. تفضل. انت عم تسالني وانا عم جاوب. تفضل. انا اريد اخلص حديثي. تفضل شرف. يعني وقت تعين الشتنجة كان في منتخبات بلجنه المنتخبات اسماء كبيره. فهي اللي قررت هذا الشيء. طيب اسماء كثيره ما في، مشان ما نتخبى وراء اصبعتنا، هن ثلاث مدربين نفتل فيهم 15 سنه. طيب انا سؤالي لك، لجنه المنتخبات بدك انت بس تنتبه انا على شو عم بحكي. تفضل. عم بقول لك بلجنه المنتخبات اللي هن رفعت شمالي، حسان عباس، الكردغلي كان موجود، تمام، احمد شعار، فهدول اسماء، هدول الاسماء اللي عم بحكي عليها، ما عم بقول لك 15 سنه. تمام. كمدربين. تمام. هي بشكل عام الكادر الفني والاداري اسماء مكرره جدا باخر السنوات. طيب اكيد هذا الكلام. انت تتحدث عن انه الوضع يعني ضمن نشتغل ضمن الامكانيات ضمن الحدود، انا رح اضرب لك مثال بسيط، منتخب ايسلندا يلي عدد سكانه لا يتجاوز مدينه جرمان الواقعه في ريف دمشق، ما قدمه في كاس العالم كان يعني مثير جدا لكل
متابع لكرة القدم. وصل إلى كأس العالم، قدم مستوى محترم وكأس عالم محترمة أمام منتخبات كبيرة، أذكر منها الأرجنتين فقط. يعني كمان إمكانياته كانت على قده، لكن كان في تخطيط، كان في رؤية، كان في استراتيجية. الاستراتيجية تحتاج إلى سنوات، لكن الخطط قد تنجز في سنة أو سنتين. طيب هذا المثال ألا يمكن أن نحتذي فيه؟ بالأمس شاهدنا تونس تنتصر على 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 ثاني أو ثالث بطل العالم كرواتيا بهدفين مقابل لا شيء، والأمثلة كثيرة جدا. فقط المنتخب السوري ننبسط إذا أكلنا 2-0 مع أوزبكستان مو 5؟ يعني إلى أي درجة وصلنا صدقا؟ مين انبسط هذا الكلام اللي عم تحكي إذا سمحت؟ امبارح كنت عم بحكي أنا وياك بهذا الموضوع. تمام. إيه أكيد ما حدا انبسط ولا حدا بينبسط. أنت أكيد 1% أو 10 أو 90% كثير أكيد الاتحاد كرة القدم أو الاتحاد الرياضي أكثر، لأنه هذا جهة تعب. نحن اليوم مثل ما قلت لك في خطة حاطة المدرب أو استراتيجيته بهالسنة، هي شو بده يعمل لحتى يحضر للتصفيات. تمام. نحن حطينا مشينا عليها. أما عم تقلي تجارب، طبعا في تجارب ولازم يكون استراتيجية عمرها أكثر من 10 سنين، حاطينا من قبل 10 سنين وعم يمشوا عليها. للأسف نحن اليوم اتحاد كرة القدم من 1936 لهلا ما شفنا استراتيجية. اليوم أنت بدك بحاجة لتغيير العقلية كاملة، للمنظومة كاملة حتى أنت تبلش. نحن اليوم كان عندنا يعني أنت مع تغيير المنظومة، أنت مؤمن و أنتم بالنسبة لكم تغيير المنظومة التغيير أشخاص، أنا بقول لك لا، تغيير كل الواقع اللي نحن فيه. اليوم الاتحاد الرياضي مشكور قدم كل شيء عنده من خلال الأزمة اللي مرينا فيها. اليوم كان عنا قمة مثل ما حضرتك. طيب هدول الأشخاص مو جزء من الواقع، أنت كرئيس اتحاد مو جزء من الواقع اللي لازم يغير؟ أكيد، بس نحن اليوم أعطيني مهمة رئيس اتحاد رياضي أو رئيس أو رئيس اتحاد كرة قدم، شو مهمته؟ مهمته أكيد مهمته هو يأمن الشيء أو متطلبات ل نجاح هذا العمل. صراحة معلش استاذ فادي اسمح لي جاوبك، مهمته انه ما يكون في مشاكل بالمنتخب، مهمته انه يفهم كل لاعب مهما كان حجمه انه سوريا فوق، منتخب السوري فوق الجميع، كان سوما او كان ميسي، كان خريبين او كان كريستيانو رونالدو. مهمته انا سالتني وعم جاوبك، انا عم باخذ دور الضيف هلا. اكيد هذا الكلام ما يكون في مشاكل. فهذا اكيد نحن ما بنقبل اطلاقا يكون في مشاكل. أستاذ طارق الجبان حكى على شاشة الفضائية إنه هاي المشاكل موجودة بالفعل في المنتخب السوري، ونحن صدقا يعني ما عدنا أغبياء. ما في فريق بالعالم ما بيكون في بعض المشاكل. ما في فريق بالعالم ما بيكون في بعض المشاكل. طيب سؤال الإداري والفني حتى يقدر بتقليل أقل عدد من المشاكل. تمام. طيب أستاذ فادي، السوما يعتبر واحد من العناصر الأساسية وكلنا بنحبه، هذا شيء ما بنختلف عليه. هل يمكن انه يروح على عرس اخوه، ياخذ اجازه يروح على عرس اخوه وسوريا تلعب مباراه وديه تحضير؟ نحن عندنا اذا ما بعرف اذا يعني غريب 3 شهور نحن على تصفيات كاس العالم. اللي اعطاه بدك تساله لمدير فريق ولا المدرب؟ طبعا بنتنصل، كلنا بنتنصل من المهمه، كل واحد ما له علاقه. انت رئيس اتحاد كره استاذ فادي، هذا الكلام اللي عم تحكي انت اذا سمحت. اليوم ما في داعي كل واحد بده يطلع يحكي على المنتخب بده يعمل بطل قومي. ايه في مدرب، في جهاز فني، في جهاز اداري، هن المسؤولين على هذا العمل. تمام. نحن ما لنا ابطال ولا نسعى لنكون ابطال قوميين، نحن فقط ننقل صوره الشيء. لو ما بيصير يعمل، في كل واحد له ظروفه وهذا الشيء بيرجع للمدرب. طيب استاذ فادي، انت ماذا قدمت للاتحاد السوري لكره القدم؟ ماذا قدمت لمنتخب سوريا خلال هذه السنوات؟ انت رئيس اتحاد كره. قدمنا جهد، قدمنا تعب، قدمنا كثير شغلات. ما في داعي انا اسال لك شو قدمت. طيب انا اخر سؤال، انت ضميرك مرتاح؟ اكيد. نحن عم نشتغل باستراتيجيه معينه ضمن الامكانيات المتاحه لنا وظروفنا. يعني جوابك بعتقد بيسمعوا كل حدا عم يتابعنا عبر السورية بكل ود وبكل احترام. شكرا جزيلا لك رئيس اتحاد كرة القدم أستاذ فادي دباس على هذا الكلام. شكرا جزيلا لك لكونك معنا ضيف اليوم بالسورية وضمن صباح الخير بفقرة الرياضة. ومثل ما كلنا بنعرف بانتظار اليوم اعتقد الساعة 4 المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب السوري لكرة القدم لتوضيح الخسارتين ضد المنتخب الأوزبكي ومنتخب طهران الأخيرتين وبعض الأمور الفنية والتكتيكية الأخرى بقيادة المدرب فجر إبراهيم. نأمل بصوتي وصوت كل الصحفيين السوريين اللي لهم علاقة بالرياضة وكل عشاق كرة القدم أنه يتغير ولو جزء بسيط من هذا الواقع لكي نفتخر بمنتخب
بنحبه ويعني لنا ونقف وراءه في السراء والضراء.